لبنان سويسرا الشرق عبارة بنسمعها دايما لوصف جمال لبنان وتركيبته المتنوعة، فهل هالتشبيه ما زال صحيح؟ وشو هي أوجه الشبه والاختلاف بين البلدين بعيون لبنانيين زاروا سويسرا؟ صراحة بفتكر يمكن الوجه الشبه الوحيد بين لبنان وسويسرا هو الطبيعة الخضراء، واللي حتى هيدي الطبيعة الخضراء للأسف بلبنان صارت 13%. أما بالنسبة لأوجه الاختلاف إذا بدنا نحكي فهي لا تعد ولا تحصى، يعني إن كان لناحية النظام، من المستوى المعيشي عند العالم، من فضاوة البال اللي نحن صار لنا عمر عم نحلم فيها وعم نتمناها بلبنان. اشتقنا لبنان يابا وعخبار الضيعة وقلق، وعبسمة لبنان يابا وترحيبة أهلا وسهلا. شقنا لبنان يابا وأخبار الضيعة وأهلا، وبسمة لبنان يابا وترحيبة أهلا وسهلا. إذا بتسألنا عن أوجه الشبه بيكون كتير أحيان لقلي أقول لأنه ما في شيء تقريبا. الشبه فيك تقول أنه كان في كم مطعم لبناني فيهم أكل لبناني، وفي ناس حتى أراجيل وقاعدة عم تأرجن يعني. غير هيك فيني اقول لك انه ما في شيء ثاني بقى انه في له علاقه وجه مقارنه، ما فينا نقارن بقى في كل شيء. يعني اذا بدنا نبلش مينيمم بالببليك ترانسبورتيشن، بالمواصلات اللي هي الخدمه المتوفره للشعب هون، حتى مش حتى نحن كتورست يعني عم نستخدمها بشكل كثير افيشنت، بشكل كثير فعال و فور فري. يعني احنا كل عمرنا بنسمع انه لبنان سويسرا الشرق سويسرا الشرق، بس لا، بس وصلنا لهون وتفاجئنا انه الترتيب، النظام، النظافه، النهضه العمرانيه، الحضاره رائعه جدا. وتلال خضراء موشحه بغيوم، وواقفه براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم يغمر حلاها دراج فوق دراج. بلبنان ما بقي غير الحسرة، وجيل جديد من الشباب عم يحصد الخيبات اللي زرعوها الأسلاف، وبراسه صورة حلوة عن لبنان اللي كان، اللي ما بتشبه أبدا لبنان اللي وصلنا له. ما خصنا بسويسرا الشرق، ما عارف ليه بيضحكوا على حالهم. كان حلو لبنان، هلا بطل حلو. أول شيء it's a completely different region، يعني مخص أبدا، and like they're so much more advanced there، they're so much more peaceful، they know how to like control their own country as opposed to how we can't even control our trash basically. أكيد كان سويسرا الشرق لأنه كان عندنا الحضارة كلها، وبعرف أنا أنه حتى أيوبي كان يقطع التراموي يعني قبل ما يجوا كم شخص وينزعونا البلد. لا في نظام ولا في شيء ولا في، يعني أقل شيء يعني شو بدي اقول لك، يعني هوني كل شيء محقق، هون اكيد لا. سويسرلاند they're very civilized، the streets are clean، the traffic is regulated، they're polite. In Lebanon it's chaos، there's no rules، there's no respect for anyone. غير الطبيعة والنظام المصرفي، قد يكون التعدد والتنوع السكاني أحد أبرز عناصر التشابه بين البلدين، إلا أنه مع الأسف فإنه تنوع السكان بسويسرا كان نعمة، فيما بلبنان تحول لنقمة. الشيء اللافت بسويسرا أنه اللي كمان نحن فينا نتعلم فيه كلبنانيين، أنه على مستوى بلد يعني 26 كانتون في اثنيات مختلفة، ورغم انه في عدة لغات بس هول الاثنيات وهول الجماعات كلهم متفقين على سياسة واحدة لبلدهم لبيساهموا بتقدمه وازدهاره ورقيه. يا مهاجرين ارجعوا غالي الوطن غالي، لبنان صوت اسمعوا صوت العتب عالي. لبنان اولا هو المدخل الاساسي لاستكمال التشابه بين البلدين والعوده لضمايرنا وحمايه وطننا وخيراتنا، هن الاهداف اللي لازم نعمل عليهم ليعود لبنان فعلا لا قولا سويسرا الشرق. لبنان حلوه معه العين.